نوصل في حديث ساعة من إذاعة قصة نبحث على أزمة نقص مادتي الفرينة والسميد. المجمع المهني للمخابز العصرية كنا قد كان أصدر منذ أيام بيان صحفي حذر فيه من صعوبة عمل المخابز. معنا سيد محمد الجمالي رئيس مجمع المخابز العصرية بكونكت. سيد محمد أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك. شكرا لك. خلينا نعرف حقيقه الوضع اليوم. المخابز العصريه هل تشكو من ازمه نقص في الفرينه وسميد؟ المشكله هذه تحلت والا في طريقها الى الحل، والا ربما ما زالت الازمه امامنا؟ احنا اليوم لا نشكو من نقص، بل نشكو من عجز التزود من الفرينه وسميد. احنا اليوم عايزين توتالمون، احنا اليوم عندنا مخابز واقفه عن العمل، وعندنا مخابز في الايامات هذه مش توقف العمل، وتوا عندنا ناس مفكره مش قاعده تخدم. اي احنا اليوم عندنا نقص كبير وفادح في تزود ماده الفرينه وسميد، اللي هما مادتين اساسيتين في الخدمه بتاعنا في المخابز العصريه. قلت لي ثم مخابز مسكره حسب بعض ما نعرفش الارقام، عندكم احصائيه قداش ثم؟ ثم عندنا 30 40% من المخابز التابعه للمجمع المهني بيكونكت للمخابز العصريه اليوم مسكرين. كل ايام جايه في النهارين ثلاث ايام جايين، اذا ما يكونش فما معناها نسق تصاعدي في التزود وما فماش حلول للازمه هذه اللي اليوم ولات ازمه خانقه ومتكرره في العديد من المرات. احنا ولينا كل شهرين ثلاث شهور نعيشوه الوضع هذايا، وكل ما نعيشوه تجي الوضعيه احد واصعب من الوضعيه اللي قبلها. المشكله هي ازمه فرينه وسميد، يعني نفس الكميه ما عادش تجيكم بنفس الكميه اللي كنت تاخذوا فيها قبل، ولا شنو المشكله بالضبط؟ اي احنا ناخذوا في 50% من احتياجاتنا طبعا. 50 بركه اللي هي كنتوا تخدموا ب 100%، اليوم 50 بركه نص. بالفعل كنا نخدموا ب 100%، اليوم نخدموا ب 50%. ما فماش فرينه، فما سميد. تتوجه اليوم للمطاحن باش تاخذ فرينه وسميد، يقول لك اليوم ما عندناش احنا فرينه وسميد باش نعطوك. فهمتني؟ اليوم ازمه كبيره، اليوم اكتظاظ كبير برشا، اليوم عباد تجي للمخابز، احنا المخابز العصريه ما تلقاش خبز، الوضعيه ماهيش باهيه بالكل، مانيش عارفين روحنا وين ماشيين. وزاره التجاره تقول كونه في الايامات الجايه مش يكون فما انفراج، اسبيرون بيان كونه يكون فما انفراج، على خاطر اذا ايامات اخرى ما كانش فما انفراج الوضعيه مش تكون كارثيه بالفعل. هو المشكله هذه تقريبا على مستوى كل الجهات، ما هيش مقتصره على الجهات. نفس الجهات الكل بدون استثناء، كالداخليه كالتحليليه كالجهات الوسط كما الجهات الشمال كما كل. أي هو حتى لهنا ذاك نحكوا على مستوى جهاتنا احنا القفصه وتوزر وغيرها، ما عادش المواطن يلقى الخبز بتلك الكيفيه. قبل يمشي في كل وقت يلقى الخبز، اليوم ربما اوقات معينه وحتى مخابز معينه هي اللي يلقى فيها، وربما حتى يشوف حتى في زحمه امام المخابز. تمام، مخابز تقريبا تخدم في فتره صباحيه بركة، ما عادش تخدم كما قبل، يعني مشكله كبيره في الواقع. هو اذا كان ربما انت جاوبتني بكري شويه، مانيش عارفين وين ماشيين. انتم تعرفوا الوضع بالضبط، وين ماشيين؟ ما نعرفوش. ما تعرفوش يعني؟ ما نعرفوش الحقيقة، معناها كي نقول لك ما نعرفوش معناها ماهيش إجابة اعتباطية. وقت ما نقول لك ما نعرفوش اليوم، على خاطر احنا اليوم مربوطين بهياكل وزارة وزارة الفلاحة، ومربوطين بديوان الحبوب، ومربوطين بوزارة التجارة، ومربوطين بفارينا بامبورتاسيون، مربوطين بوضع عالمي موضوعي، مربوطين بوضع اقتصادي معناها تونسي، معناها شنو نحسوا احنا كل يوم متغير. معناها هذوما الكل يولدوا الوضعيه اللي احنا فيها اليوم. كي نقول لك احنا بالحق ماناش عارفين وين ماشيين، وقت تلقى روحك انت في ظرف ثلاث شهور تتكرر لك ازمه ثلاث مرات، براتيكمون كل شهر ما تلقى روحك في ازمه، كل شهر معناها تقوم على وضعيه نتاع خبز ما فماش، كل شهر تقوم على استيذات. سيادتك كنت تحكي على مخابز معناها اللي قبل كنت تمشي لها في اي وقت تلقى اليوم ولا ثم مخابز بعينها، ثم نقص في الفرينه، وثم افتعال في نقص الفرينه، وثم نقص وفما احتكار، وفما برشا وضعيات تدخل متشعبه في الوضعيه نتاع الخبز. واليوم اليوم نورمالمون في الوضعيه اللي احنا فيها هذه، نورمالمون معناها وزاره الاشراف اليوم عندها المخابز الغير مدعمه الغير مصنفه، اللي هو احنا ما نتكلموش على الدوله فلوس، اللي احنا مانيش ناخذوا في دعم. معناها تجربه ناجحه. ما فهمتش علاش احنا اليوم احنا نلقاو في صعوبات، والخبز المدعم هو عنده الاولويه اليوم في البلاد، المخابز المدعمه اللي تستنزف اليوم في قوه الشعب والفلوس معناها نتاع العباد،
وما تلقاهاش معناها، وحتى هما ما عندهمش فرينة، وفما ناس حتى تلقى عندها فرينة تلقاها مسكرة تفتح الأزمة ما تفهمش علاش اليوم. هذه تقريبا على مستوى النقص. خلينا نمشي لمسألة أخرى تخصكم أنتم اليوم، الخبز الباجيت ولا اللي تخرجوا فيها أنتم شكلها عمال صغار شوية سي محمد، ربما حتى الأسعار اليوم نعرفوا أنه أنتم ربما ما كنتمش تاخذوا الفرينة المدعمة، دونك لكم الحق في أنكم ربما تاخذوا الوزن، لأنه مثلا حكاية الوزن وحكاية السعر اللي تبيعوا به هذا ما يخضعش لشروط ولا كيفاش الوضع؟ لا يخضع لشروط بالعكس. أي. احنا تو في تونس مش نرجع لك معناها من الاول، كان اسمح لي. أي. احنا في تونس عندنا زوج منظومات. اي عندنا خبز مدعم كليا. اي معناها وعندنا خبز اللي نخدموا فيه احنا والمجمع بتاعنا هو اللي يمثله. معناها خبز غير مدعم احنا ناخذه في ترناب الفرينه ب 655 دينار ونخدموا في باجيت ميزانها 150 جرام. 250 ملي على خاطر تكلف علينا معناها ترناطه ب 655 ثابت، بينما معناها في الغرفه المقابله مخابز المدعمه تسم جيم تخدم في الباجيت وتاخذ في الفرينه ب 220 دينار، معناها فرق ما بين 220 و 655، والدوله ترومبوسيها على كل ترناطه ب 220 دينار 300 دينار، هنا يكمن الفرق. هذا هو الفرق معناه. يعني الخبزة اللي تخرجوا فيها أنتم كمخابز 70 كناكت هي من المفروض تكون وزنها 150 جرام. 150 جرام. يعني ثم ربما ثم بعض المواطنين تشكوا يقول لك الخبزة ولت أقل في الوزن. لا لا بالقانون مقنن صومها معناها بفريدرتني. صومها ميزانها 150 جرام وصومها 250 مليم. على خاطر نخدموا بها فرينة الأغلى في السوق. كما كنت فاهم في زيادتك معناها فرينة المدعمة هي تمشي للمخابز سمجين واحنا نوصلوا كيف كيف احنا وياهم براتيكومون معناها نخدموا في كل شيء كيف كيف ما فماش حتى فرق ما بيناتنا كان في التسعيره وكان في الميزان وكان في وكان معناها في الواحد واضح. واضح. شكرا لك السيد محمد الجمالي رئيس مجمع المخابز العسليه كونكت. ان شاء الله تتحل المشكله هذه وان شاء الله يرجع الخبز كما كان في السابق، المواطن يلقى الخبز بكل اريحيه ما يبقاش يجري ربما ويلوج باش يتحصل على خبزه والا غيره، وان شاء الله تتحل مشكلتكم انتم ايضا وترجع تخدموا، ونعرف انه انتم ايضا مخابز وعندكم يد عامله تشغلوا فيها وغيره، وان شاء الله المخابز كلها ترجع تخدم بشكل عادي وتم تجاوز هذا الاشكال. شكرا للسيد محمد الجمالي رئيس مجمع المخابز العسليه بكونكت.